المكان اللي نحن فيه هو كان مسكنه لجرجي جبرائيل البيطار بعام 1840. ولد فيه ب 1840، بلش يشتغل بهالحرفة، حرفة المزيك الخشبي، بعام 1860. أخذ الفكرة عن الفسيفساء الرخامي، بحرات الرخام اللي كانت ببيوت دمشق القديمة، حولها لأشكال هندسية خشبية. واللي ساعدوا بهالشي وجود خوطة دمشق بالقرب من مدينة دمشق، بأشجارها وبأنواع الفواكه فيها. الأخشاب تبعها كانت تتميز بألوانها الجميلة. قررنا كأوتيل ندعم الجمعية بهذا المعرض وننطلق فيه، لأنه بيت جورج البيطار قررنا نعمل معرض المزيك بهذا المكان. إن شاء الله نقدر نعمل أثار، وإن شاء الله نقدر نساعد الجمعية، وإن شاء الله نقدر نساعد بالتصنيف باليونسكو. هي مرحلة الغط بدنا نلزقهم وبعدين منجمعها منساويهم إمايات. مثلا مثل هي مثلا قطعة شطرنج، وبعدين منقطعهم شرايح مثلا سماكة واحد ميلي، بعدين منحطه على القطعة دي بالناس. احنا موجودين بمكان بالدرجة الأولى دمشقي، ويعتبر جزء هام جدا من تاريخ مدينة دمشق. أولا كون المكان يعود بتاريخه إلى العام 1850-1860، نفس الوقت كون البيت يعود بملكيته الأساسية لمبتكر مهنة المزيك على الخشب في دمشق، المبتكر الأول للمهنة اللي هو جرجي بيطار. حرفة التطعيم الخشب بالصدف والمزيك، تطعيم الخشب بالصدف ورد بأرشيف إبلة 5000 سنة، وجدنا بعض القطع المفروشات موجودة بمتحف حلب، هي مصنوعة من خشب الأرز ومطعمة بالصدف. بس لا شك مع مرور الزمن اتطورت، خاصة بالعهد المملوكي والأيوبي اتطورت لوصلت لعند السيد جورجي بيطار. هو قدر يضيف مثلا خشب الليمون ويصير هي يجمعهم مع بعض بهالطريقة مثل العيدان، بعدين يعطوهم شرائح، هي الشرائح يحطها على المفروشات أو على بالصدف.